اتأخرت كده ليه يا موكوس؟ مالك؟ مفيش، ما فات، انا عايز الايجار، يا اما نلم حاجتنا ونسيب المكان. طب ما تديهولها. صدق فكره حلوه، انا زي ما فكرتش فيها. ادولها منين؟ هو انا حلت سفروت؟ اسكتي من فضلك يا سليمه، ما تفكريش. ردهولها. ايه ايه ده؟ الشاي ده طعمه غريب قوي. الشاي بتاعك وحش قوي بصراحه. ليه؟ ما انا طول عمري بشرب منه. لا في حاجه، يعني تحس ان روحك بتتسحب كده. انت جبت الشاي ده منين؟ من هنا اهو، مكتوب عليه سلطان. مش ده شاي؟ اسود ونايل. انت حطيتي من العلبه دي؟ قديم صح؟ انا حاسه انه كارف برضه. كارف ايه؟ ده مش شاي، شاي ده ابويا. ايه؟ وايه اللي حط ابوك في العلبه؟ مش ابويا اللي في العلبه، الرفات بتاع ابويا، امي سابته لي عشان احتفظ بيه. امك دي ست غريبه جدا. منك لله، منك لله يا شيخ، غلط يا ابويا. وناش عرفني. منك لله يا شيخه. انا اسفه والله، انا مش قصدي. يا نهار اسود. انا اسفه. حقك عليا، حقك عليا يا حبيبي، حقك عليا. انت هتعمل ايه؟ هشربه، هدلق ابويا يعني. وانت اشربي بسرعه، ما تخليش ابويا يبرد. حاضر بس انا لو شربته عايز علمني، يعني هو ما يعرفنيش، انما انت ابنه، البركه فيك. لا انا ابويا كان بيحب كل الناس. اشربي يا سليمه، اشربي. طب هسيبه يبرد. اشربي ارجوكي. موكوس يا موكوس. يا ساتر. يا خير يا مفاتن، عايزه ايه؟ كفايه المصيبه اللي انا فيها. خير؟ السلطان بنفسه طالب سليمه تبقى مغنيه القصر، وعايزها تروح له دلوقتي حالا. هو ده اللي خير؟ لا طبعا انا مش موافق. مش موافق ليه؟ ما تخليها تشتغل وتجيب فلوس تنفعنا. بقول لك ايه، انا فاهم وانت فاهمه ان التعيين في القصر ده مش خير. طلبك مرفوض. وانت مين انت عشان ترفض؟ انا مش جاي اطلب، ده امر السلطان طالبها بنفسه. لو مش هتيجي معايا بالزهق هتصرف. لا لا لا، انا جايه، انا جايه. جاي ايه؟ انت مش فاهمه حاجه خالص. خليني اروح القصر يا منكوس عشان اجيب عمر. اي بس ده خطر عليكي. مش انت قلت لي خليكي شجاعه؟ بس دي مش شجاعه، ده تهور. لو خايف عليا تعالى معايا. طب احنا موافقين بس بشرط. هتتشرط على اوامر السلطان يا صعلوك. العفو يا جناب الحارس، انا بس قصدي اني مش هينفع اسيب مراتي لوحدها. يا ريت تشوف لي شغلانه عشان افضل جنبها. ايوه معلش، شوف له سبوبه هو والحبوبه، وبعدين انتوا كده كده ما بتدفعوش اجره، واخدينها قدره. مدام مفاتن، حضرتك بتبهريني، بتفكريني بحكمه كانت جدتي بتقولها، مسيطره همشيك مسطره، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. الله، عجبتك يا سكرة؟ اه طبعا. بقول لك ايه، انت بقى الكل في الكل يا سيادة الحارس. خلاص بقى يا مفاتن مشاعري. الله، طب عشان خاطري. خلاص هنشوف لك حاجة. تعالوا ورايا. حاضر، هنلم حاجتنا ونيجي وراك على طول. هنسيب انكل هنا عادي؟ لا طبعا، هناخده معانا، لازم نكرمه. يا عالدنيا، جه الدنيا طفل وخرج منها طفل. يلا اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.